السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادة من قناة انفينيت جيمنج. اليوم رجعنا لكم بلعبة ليتل نايت مير 2 يا جماعة الخير. يا جماعة فيني حماس اختم هذا اللعب، وهذا الحماس يتزايد كل ما نتقدم في هذه اللعبة. فيس اريد اختم هذه اللعبة في اقرب فرصة، وبحاول انزل حلقات في اسرع وقت يا جماعة. فخلونا نطبق كلام ومشاهدة ممتعة للجميع. طيب يا جماعة الخير، في الفيديو السابق قتلنا الصياد. انزين بعد ما قتلنا الصياد وصلنا هذا المكان يا جماعة، وصلنا في هذا المنطقة، وهذا المنطقة اللي هو المدرسة يا اخوان. فاليوم راح نلعب في المدرسة فيس، فخلونا نتحرك. انزين خلونا نتحرك، وكما تلاحظوا يا اخوان شيء هذا الملابس، يعني ملابس داخل يعني حاطينه داخل التلفاز يا اخوان. فانا ما اعرف ايش سالفة هذا الملابس وليش يعني محطوط داخل التلفاز، ولكن اللي اعرفه اني بتحرك. انزين بتحرك بسرعه يعني قبل ما يقوم لنا هذا الملابس. اوكي ما اعرف كيف بيقوم هذا الملابس، ولكن انا احس انه بيقوم. انزين يا ايوه صح يا اخوان، نسيت اوضح لكم معلومه يا اخوان. شوفوا هذا الولد اللي يمشي معاي، طبعا هذا ما ولد، هذه بنت، يعني قصدي ان هذه بنت. اوكي انزين هذه بنت واسمها سكس يا اخوان، واتوقع ان هذه الشخصيه، انزين هذه الشخصية هي الشخصية الرئيسية اللي كان في الجزء الأول اللي كنا نلعبها. في الشخصية الأولى كانت اسمها سكس يا أخوان، في الجزء الأول الشخصية اللي كان في ليتل نايت مير الجزء الأول. فأتوقع إن هي البنت اللي اسمها سكس يا أخوان. أوكي فحبيت أوضح لكم هذه المعلومة قبل ما نتحرك. وإذا لاحظتوا يا أخوان، إنزين شوفوا يعني شيء يعني ملابس من دون جسد يا اخوان. فهذا ايش معناته؟ هذا معناته يا اخوان ان هذا المكان مسكون يا اخوان. فيس فالمكان مسكون، فانا بتحرك، لازم اتحرك. انزين وين نروح يا اخوان؟ نروح هنا، اتوقع الطريق بيكون من هنا صح؟ اكيد الطريق بيكون من هنا، لان الباب مفتوح. يعني الباب ما مفتوح، يعني الباب مكسور. ايوه الباب مكسور. اها هنا، هل هذا اتوقع بيعطيني بوش الحين؟ بالضبط بيعطيني بوش. زين بركب هنا. زين كيف بيجي هو كيف بيتسلق؟ انا ما اعرف كيف بيتسلق، ولكن انا اتوقع هنا في شيء يا اخوان. ها اوكي فهمت يا جماعه. بنتسلق هذا يعني بنركب هذا التلفاز. قاسي ناديني هذاك، لو سمعتوا قاسي ناديني. لحظه يا حبيبي، انا قاعد عندي شغل، يعني قاعد احاول احل هذا اللغز. اوكي انا بركض وبضرب جمب وبمسك. اها اوكي فهمت يا اخوان. اتوقع لازم ندفر هذا التلفاز. انزين بعد ما ندفر هذا التلفاز راح يرفعنا فوق هذا التلفاز. شفتوا كيف؟ بالضبط. انزين وبعدين نسوي نقح من الصوب. اوكي لازم نضرب ايش؟ جامبو. بعد ما نضرب جامبو اتوقع نقدر نساعد سكس. اوكي وير ار يو سكس؟ انا قاعدنك. اها هو موجود هنا تحت اتوقع. انت موجود هنا ايه؟ انا ما اشوف هذا وينه. اوكي جاي ها هو طلع هنا موجود. هذا راح فوق، لكن كيف السالفة؟ هذا راح فوق والحين موجود فوقي يا جماعة. انزين موجود فوقي، فأتوقع لازم نروح هنا. فخليني أركض. أركض يا مونا أركض. سالفة فيها مسمو جامبو. أوكي أنا بقي، خليك مسمو مركز يا مسمك يا سكس، لا تطيحني. اقحم، امسكني. ممتاز والله إنك أنت أحسن واحد، أنت أحسن صديق. خلا يا مسمك يا سكس. انزين الحين خلونا نروح. هل قبل خلينا نشوف هذا الغرفة إذا كان في شيء. شفتوا يا أخوان؟ في هذا الروح اللي شفناه في الفيديو السابق لو كنتوا تتذكروا. هذا ما فهمت، هل هذا الروح ليش؟ ما فهمت بالضبط ايش هذا، ولكن أتوقع راح نفهم لما نتقدم. انزين تعال يا سكس، لا تخليني وحدي. اذا خليتني وحدي بلبسك هذا القناع اللي لابسه انا. اوكي
كما قلت لكم يا شباب، كما تلاحظوا شيء ملابس من دون وش جسد. انزين اوكي بندخل هنا يا اخوان. اوكي شيء تلفاز يا اخوان، شغل التلفاز. ايش هذا التلفاز؟ انزين مونو مصدع يا اخوان، مونو مصدع، ما اعرف ليش مصدع ولكن هو مصدع. وش صار له؟ هل عنده يعني هذا شكله؟ هذا معناته ان التلفاز ياثر فيه يا جماعه. اوكي انزين بعد وش نسوي الحين؟ اوكي 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 فهمت يا اخوان. اوكي كيف فهمت. انزين يلا يلا مره ثانيه مره ثانيه. ايوه دخلنا يا اخوان، دخلنا داخل التلفزيون، دخلنا داخل التلفاز. وش صار؟ ما اعرف. اهم شيء نحن دخلنا داخل التلفزيون، هذا اللي لاحظته. واذا لاحظتوا صار الاسمه صار سلو موشن، يعني صار الاسمه ذاك الحركه بطيئه يا اخوان. انزين اوكي وش بيصير الحين؟ وش اللي بيصير؟ وش اللي ما يصير؟ شكله يا جماعه ان السكس سحبني من التلفاز، طلعني من التلفاز يعني، لان هذاك البوابه اللي شفناها في داخل التلفاز يا اخوان اتوقع في شيء مش طبيعي. سكس خلا خلينا نتحرك بسرعه. ومره ثانيه سحبني قبله اوكي لانك تاخرت واجد. يلا تعال. انزين طحنا في زباله، ممتاز جدا. اتوقع يا جماعه بعدنا احنا ما دخلنا داخل المدرسه، ولكن الحين بندخل داخل المدرسه. وين الطريق بيكون؟ كيف اذا بغينا ندخل؟ اتوقع هو ذا المدرسه لان اشوف شيء حديقه. كيف بدخل الحين؟ ما فهمت. هل ندفر هذا ال اتوقع لازم ندفر. ها اوكي ايوه لازم ندفر. امسك تعال يا امسك يا سكس ادفر بالضبط. يكفي اتوقع يكفي كذا. خلا يا سكس تعال معاي، تعال ندخل، ادخل هنا ندخل بالضبط. هو ذا المدرسه يا جماعه كما تلاحظوا، هو ذا المدرسه المسكونه. ف this is very nice very nice. شيء كوره اخوان، هل نلعب كوره؟ اقول لك سكس انت قيس هناك اسمك حارس، انا بشوت. قيس حارس اقول لك. يلا تعال. هذا ما باغي يلعب. هذا في شيء فوق يا اخوان، فوق الزباله. لحظات هل اقدر اشله؟ خلوني اتسلق. ايوه اتسلق. هذا ويش حصلت شيء؟ هذا ويش اللي حصلته؟ هل هذا القبعة ولا ايش هذا؟ لحظات ايوه قبعة، خليني اغيره. يا اخوان شوفوا كيف شكله صار كورة. لا 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 ما عجبني. وش اليوم بنلعب بهذا الكيس؟ ايوه اليوم بلعب بالكيس. انزين تو كيف الطريق بيكون؟ اتوقع المدخل ما بيكون من ال ايوه بالضبط هنا المدخل، من هنا المدخل واضح جدا، من هنا المدخل. يلا اركب تسلق يا حبيبي سكس معي. خليه ندخل داخل هذه المدرسه. وهذه المدرسه يا اخوان كما قلت لكم، يعني هذه المدرسه اللي سمعتها يا جماعه انه يقولوا انه هذا احسن فصل في هذه اللعبه المدرسه. انزين اوكي فلحد الحين الوضع هادي يا جماعه، الوضع هادي جدا، ماشي اي زحمه ولا ما في صريخ ولا شيء. انزين هذا ايش معناته؟ شيء اضاءه هنا، وهذه الاضاءه طالع من هذه الصوره. اوكي انا بتحرك بروح هذه الصوره لان في شيء غرفه يا اخوان، لاحظت ان شيء غرفه هناك وانا ما اعرف ليش سكرت الليت، ولكن انا بمشي كذاك ما مشكله يا اخوان. خلونا نشيك هذه الغرفه ونشوف اذا كان في شيء يعني مميز. وش هذا؟ شيء كوره، بلعب بهذه الكوره. لا ما يد العب هذا. شو اسمه؟ شو الليت لعبت من هذا؟ جيبه
قبه لعبت من هذا. انزين ويش في يا جماعه؟ هذا كنا يوضح لي ان لا انك لازم تاخذ هذا البوكس. لحظه باخذ هذا اللي هو شله يعني هذا البوكس ولا ايش هذا؟ خلا هذا اللي فهمته يا جماعه. كان يقول لي سكس انه خذ هذا البوكس راح يفيدك في شيء. اتوقع شوف هذيك الصوره اللي شفناها قبل شويه. انزين هذا الصوره يمكن لازم نطيحها نركب فوق ولا كيف يعني؟ ولا نرمي هذا البوكس؟ لحظه خليني اقرب ارمي البوكس. والله سكس انت ذكي، والله انك ذكي يا اخي، انت ما شاء الله عليك يعني. هذه الشعارات ما ببلاش ترى. انزين ايش هذه الغرفه الغريبه يا اخوان؟ شيء منشار، شيء مطرقه، وشيء نعلان. انزين ايش نسوي سكس اذا ممكن تفهمني هذا ويش؟ كذا نطيح هذا الخشب يا اخوان، لازم نطيح هذا الخشب. اي اوكي اوكي امورنا طيبه يا اخوان، امورنا طيبه لحد الحين. ما صادفنا اي شيء يجلط يعني، ما صادفنا اي شيء يجلط. فايس سكس امشي انت لا تكون بعيد عني، خليني يعني خليك قريبي اوكي. فحاول مسمك يعني حاول لا تكون بعيد. انزين اوكي بنزل تحت هنا. انزين بنزل هنا بنفتح هذا، بنفتح هذا اليونت. اوكي خلا يلا. اتوقع الحين يا جماعه الحين عاد احنا قاسين نتجه الى المدرسه يا جماعه. بالضبط الحين احنا اوفيشلي بشكل رسمي دخلنا الى المدرسه. ممتاز جدا يا اخوان. شوفوا هناك، شوفوا يا جماعه شوفوا. لا يفوتكم هذا المقطع، هذا المقطع لا يفوتكم هذا المقطع. شفتوه؟ شفت الرقبه يتحرك كيف كانه ثعبان؟ يا زريبه احنا راح نواجه هذا الشيء، هذا الكائن الغريب. اي كان هذا؟ جنيه ولا ايش هذا؟ ما اعرف تمشي شيء راس يتحرك هذي يتحرك هيجي. انزين انا ما بروح ذاك الصوب لان هي راحت دخلت هناك، دخلت في ذاك الغرفه، فانا مستحيل اروح هناك. هذا وي سالفه هذا الدلو؟ انا ما راح اجاذف اروح ذاك الصوب لان هي موجوده هناك. يا شفت الكلاب ايش حاطين؟ حاطين الكوره على اساس انت تاخذ الكوره، اول ما تاخذ الكوره يستلمك هذا الدلو. من اللي حط هذا المصيده؟ من حط هذا الفخ؟ هيدا عرف. معليش شباب في حد هناك، حد شرد. شفته والله شفت انا انه شرد. لحظه انا بقيك، انا بقيك حبيبي. وش صار؟ اوكي شفتوا يا اخوان؟ شفتوا في طفل؟ شفتك الطفل لما شرد؟ انا شفته شافنك. لا تقيد فاجأنا الحين. كام اون مان، قحمت يا اخوان، قحمت والله العظيم قحمت انا، ولكن كيف لافني ما اعرف. من 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 هو سكس؟ انتبه سكس يعني يعني يصيبك هذا الدلو. من اللي سوى هذا الفخ؟ من اللي سوى هذا الفخ؟ إذا أعرف أنا. تعال 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 سكس. هو 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 تعال تعال تعال. لحقة لحقة في واحد مستغبي هناك شفتوا؟ هذاك آخر واحد مستغبي. قاسي راقب. أوه. والله العظيم محظوظ. كيف ما استلمني هذا الاسم الدولاب ما أعرف. ما أعرف كيف ما استلمني هذا الدولاب، ولكن إني أنا إنسان محظوظ اليوم بس. لاحظت اني انا محظوظ. اوكي بدفع هذا. كام اون، ايش هذا المسخره؟ يا الحص انت. تا تا سكس نلحق هذا وليش؟ وليش نسوي الحين؟ كيف وش نسوي الحين؟ انا ما فهمت.
هل ناخذ هذا الدلو؟ ما ينفع طبعا. شكل الطريق بيكون من هنا عقب، اتوقع الطريق بيكون من هنا. ايوه شكله نركب هذا اللي اسمه الدولاب. ايوه من هنا بالضبط. خلا خلا سكس خلا، هذه الاطفال ما حابينه ترى، احنا ما مرغوبين في هذا المدرسه. ولكن بتشوفوا. سمعت الصوت لكن ما عرفت ايش اسوي يا اخي، الرياكشن مالي كان بطيء يا اخوان، لكن فهمت اتوقع. شفت كيف المفروض نسوي كذا؟ انزين بقحم هنا بعدين تقحم هنا. شيء طبع عشير يا جماعه اللي باغي، يعني اللي حاب قبل له طبع عشير يخبرني بس. انزين سكس يا اخي انت ليش قاس بعيد؟ انا الوحيد اللي يستلمني هذا الفخ وهذه الاشياء الثانيه. انزين في حد داخل دولاب؟ في حد داخل دولاب؟ مسكوني يا جماعه، مسكوني. اشرد اشرد يا سكس، اشرد يا حبيبي اشرد. شلوا يا جماعه، والله ما اخليهم الا صديقي. الا صديقي وانا جانكم. انت ما تعرف من ذا، انا الكيس. انزين في واحد يا جماعه والله العظيم غاب. هذا يروح ملح، هذا بيروح ملح. ابدا. ايوه كذا، ايوه كذا. في واحد ثاني يا جماعه، في واحد ثاني قاس ياكل ولا ايش قاس يسوي؟ فايش بسوي؟ لحظات يا اخوان، قبل انا بروح شوي ما اعرف مو بسوي فيه، لكن بحاول. يا اخي ايش هذا الفخ الخايس هذا؟ رجعوني عند هذا بعد الغم. هو ذا اللي مسوي فخ يا اخوان، هو هذا اللي مسوي فخ، لكن انا بعرف كيف، انا عارف كيف ادبك انت. ليش تسوي فخ؟ با يقتل هذاك الثاني، قاسي هو قاسي يراقب هذاك الثاني على اساس اسمه ذاك يعني يقتله بذاك الفخ. هذا اللي فهمته؟ انا بروح كيف بيكون؟ كيف السالفة؟ يا جماعة الله، اوف زين ما صابني. شي طريق يا اخوان من هنا لو لاحظتوا، شي طريق من هنا. انا بركب هنا زين بروح داخل. هذا وين بيطلعنا؟ احس ان حد بيستلمنا الحين، فيا جماعة خليكم مركزين. سمعتوا الصوت؟ سمعتوا الصوت؟ وش هذا الصوت يا جماعة؟ في حد هنا، في حد هنا يا جماعة. اوكي المدرسة يا جماعة. ايوه المدرسة، المدرسة هناك يا اخوان. يا ساتر المدرسة يا جماعة هناك، هذيك هناك. اوكي انا بتحرك شوي يا جماعة، بتحرك شوي باخذ راحتي. زين انا ما فهمت وش بسوي بالضبط هنا، ولكن اتوقع ما شافتني صح؟ احسن لما تقلب بتحرك. ايوه كتبي انا بتحرك يا اخوان شوي بروح هنا. بسرعة. انزين. قاية يا جماعة، قاية. كيف عارف انا موجود هنا؟ يا جماعة كيف عارف انا موجود هنا؟ بركب فوق هنا، ما اعرف كيف. لا والله العظيم المفروض اشرد، انا المفروض اقحم. هذا اللعب يا اخوان عارف كيف يستلمني. هذا اسمه هذا الحلقه
اوكي لازم اركب، اول ما اركب اقحم. اتوقع جماعة بيجي، بدخل داخل، بستخبي هنا، بستخبي هنا. اخوان شوف، شوف الرقم، شوف رقبتها يا جماعة. عسى ما تشوفنا، عسى ما تشوفنا، عسى ما تشوفنا يا جماعة. اوف بطل هذاك اسمه، فمعناته لازم نمر من هناك. بشيل المفتاح زين، اتوقع ما نقدر نروح هذا الصوب، ماشي طريق. فالمكان الوحيد اللي نقدر نروح له الحين هنا. انا وين يا جماعه؟ انا داخل كده. اوف هذه شديده يا مونو، لا تفتح كامل، خليه شوية اسمه مسكر. اخوانا اتوقع انا تعرف وين بسوي، بروح خلف ال خلف الاسمه، انا بروح خلف هذا الاسمه، خلف الطاولة. انا معك بشرد، مشكلة هذا الطلاب يشوفوني اذا رحت خلف الطاولة، صح ولا ما صح؟ وابوش نسقتني هذي اخوانا، ما عارف ايش يسوي بالضبط. بروح بتحرك يا اخوان. انا ويني؟ لا 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 لا، لو تحركت الحين بيكون حركة غبية. انا ما عارف ايش يسوي بالضبط، كيف اروح ما اعرف. يا اخوان تتوقع بيشوفوني هذول الطلاب؟ انا بتحرك. اوكي اوكي ما شافتني. الشردة الشردة يا جماعة، الشردة الشردة. اوكي هذا المفتاح اتوقع حل هذا اللفت صح؟ ايوه. اوكي بسرعة 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 قبل ما اسمدك. احنا ما نحتاج المفتاح مرة ثانية. هني كن بنحتاج المفتاح. ما اتوقع، ما اتوقع يا جماعه. يا جماعه يفضل ننهي هذا الفيديو في هذا المكان. يدعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعه الخير. كان معكم عادل من قناه انفينيت جيمنج، والتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.